السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. معكم محمود شحاتة، قناة كبسولة سيارات. محمد رمضان بيشتري عربية موجود منها 65 واحدة على مستوى العالم وخمسة بس في الشرق الأوسط، ومحمد رمضان تاني مشتري بعد رونالدينيو في معرض الرياض للسيارات. تفاصيل العربية ومواصفاتها وسعرها تابعونا للنهاية. خطف الفنان المصري محمد رمضان ثاني سيارة في معرض موسم الرياض للسيارات الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس 21 نوفمبر ويستمر حتى 26 نوفمبر 2019. وكان نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو اقتنص مع انطلاقة المعرض سيارة أستون مارتن طراز رابيد AMR، واستغل الفنان المصري فرصة تواجده في المعرض لإقامة حفلة غنائية مساء الخميس ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65 اللي بيتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم وخمسة منها فقط في الشرق الأوسط، إحداها ذهبت إلى محمد رمضان. وقال محمد رمضان في الفيديو إن هذا المعرض عظيم ولم يكن يتخيل أن يشاهده في الشرق الأوسط، موجها الشكر للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ. وأوضح أن هذه السيارة كانت في خطته لضمها لأسطول سياراته ليصبح رمضان ثاني مشتري في المعرض بعد اللاعب البرازيلي رونالدينيو الذي حصل على السيارة أستون مارتن طراز رابيد AMR. بالنسبة للمحرك ومنظومة الدفع، واحد من أهم وأقوى المميزات في تلك السيارة هو المحرك، حيث تمتلك السيارة محرك مكون من 12 اسطوانة على شكل حرف V بسعة 6000 cc مع عدد 2 شواحن توربينية. ذلك المحرك العملاق يأتي بقوة 612 حصان وعزم أقصى للدوران يقدر ب 1000 نيوتن متر. ذلك العزم القوي للغاية قادر على قطر حمولات تصل إلى أطنان بكل سهولة ويسر وبدون أدنى مجهود، عزم دوران أكبر من ذلك الخاص بعزم الشاحنات. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ويوصل القوة ل4 عجلات بالكامل لتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 5.3 ثانية فقط، وسرعة قصوى محددة إلكترونيا عند سرعة 230 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة للتصميم الداخلي والخارجي، تقدم السيارة خارجيا باللون الأسود ممتزج باللون البرونزي، وتحتوي السيارة على عجلات بقياس 21 بوصة، وتتمتع الداخلية بأقصى درجات الرفاهية المعهودة من الصانع الألماني مرسيدس بنز. ما ينفعش أبقى في معرض السيارات العالمي اللي أنا دخلت ده، والله ما كلام، أنا كأني يعني ما كنتش متوقع إن ممكن أشوف حاجة في الميدل إيست بهذا الشكل. ده معرض ممكن أشوف في أمريكا، ممكن أشوف في ألمانيا، فبجد فخور جدا وبشكر كل القائمين على رأسهم طبعا صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ومعالي المستشار تركي الشيخ على أنهم بجد عملوا طفرة في الميدل إيست بشكل عظيم. وطبعا ما كانش ينفع أبقى هنا وما اشتريش عربية، اشتريت عربية أنا بحبها جدا وفعلا كانت في البلان بتاع أن أنا تبقى من ضمن الأسطول بتاعي. أستاذ هيكلمكم عن العربية، هي في 65 سيارة في العالم، في منها هذه الاختصار للجي اللي في 12 انجن 12 سلندر، وهذه واحدة ممكن من 5 سيارات في الشرق الأوسط بس. يعني هم 5 في الشرق الأوسط، منهم واحدة الله يبارك، يعني 2 في السعودية، أنا أخذت واحدة. يعطيك خير ويفك شرها إن شاء الله. البركة يعطيك خير ويفك شرها حبيبي يا أستاذ. وبحوالي 7 مليون جنيه مصري محمد رمضان بيشتري سيارة من نوع مرسيدس بنز G65 AMG نسخة من أصل 65 نسخة في العالم بالكامل. تلك السيارة قوية ومميزة للغاية. بلغ سعر السيارة أثناء عرضها لأول مرة للبيع من الشركة الأم السعر يبدأ من 368 ألف دولار أمريكي. وبما أن السيارة نادرة وذات إنتاج محدود 65 سيارة فقط في العالم كله،
بدأ سعر السيارة في التزايد والصعود بشكل عام، وما صعب وزاد من ثمن تلك السيارة التي اشتراها رمضان بالتحديد هو أن البيع قد تم أثناء مزاد علني للتهافت على الحصول على تلك السيارة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه دوسوا لايك دلوقتي واشتركوا في القناة لو أول مرة بتشوفونا وبتتابعونا، وطبعا ما تنسوش الشير على الواتساب والفيسبوك مع أصدقائكم عشان هم كمان يعرفوا الخبر، وكمان عيلة قناة كبسولة سيارات تكبر وتوصل 100,000 مشترك إن شاء الله. كان معكم محمود شحاتة، مع السلامة.